مساء الفل على حضراتكم، مرحبا بكم بخير. دلوقتي احنا رايحين نشوف التركمان بتاع اسبانيا، الميناء البري لاسبانيا عشان تتحرك من اسبانيا الى اي دوله في اوروبا، فرنسا، ايطاليا، اوكرانيا، روسيا، اي حاجه في اوروبا كلها تتحرك منها اسبانيا. هذا المكان تعالوا في الجوله. يلا احنا رايحين ان شاء الله على فرنسا دلوقتي، تعالوا نشوف التركمان من هنا عامل ازاي. هو ده دي بقى اماكن الشوبينج، يعني لو انت حابب تعمل شوبينج وتشتري اي حاجه قبل ما تتحرك من هنا، هتلاقي المول هنا موجود فيه كل الكلام العظيم ده. زي ما انتم شايفين ترجمان اسباني عامل ازاي. ولو كمان حابب تاكل اي شيء فانت ممكن تاكل من المطاعم دي. شايفين بقى انتوا هنا ممكن تحجزوا كل البساط من خلال المكنه دي اللي موجوده قدام حضراتكم، اللي هنشوف دلوقتي ازاي الناس اللي موجوده وقت بيحجز الميعاد والوقت والتيكت والسعر وكل حاجه والتفاصيل ده لو انت جاي دلوقتي او لو جاي حتى بعدين او جاي في اي وقت. تعالوا بقى نشوف كمان من جوه اخبار الحجز ازاي وهل في شبابيك ولا لا. دي بقى الشركات اللي بتحجز عنها او بتحاول تروح لاي مكان في اي حته، ويبدا هنا ده الهول بتاع المكان. طبعا دي المغرب، دي شركه مغربيه بتنقل من المغرب لاسبانيا ولا جميع انحاء المغرب. دي الحاجه الوحيده العربي اللي ممكن تشوفوها في اسبانيا موجوده هنا. يلا بينا بقى نروح على الشركه بتاعتنا احنا. دي العربيات كلها وده بقى المكان كله بشكل كامل. هنا بتختار مكانك وتشوف العربيه بتاعتك امتى، توزن الشنط بتاعتك وتطلع وتمشي على طول. الموضوع سهل جدا وبسيط. طبعا لو المطره مطرت هيكون في كارثه، وهنا للاسف المطره هتمطر بالايام مش بالساعات. دلوقتي احنا حاجزين على فليكس باص، هيعمل تشيك على الكود بتاعي معانا التذكره وبعدين نطلع نشوف الباص. يلا بينا. دي كانت جولتنا في ترجمان اسبانيا او في الميناء البري للتنقل بين الدول في اوروبا كلها هنا في اسبانيا وتحديدا في برشلونه. دي كانت جولتنا من الوطن، متواصلين معاكم. اوعوا تمشوا من الوطن لان هيكون في حاجات كتيره جدا خلال الفتره اللي جايه. شغل حضرتك كنت معاكم انا مراد تامر مجدي. مساء الفل عليكم.